أيضا أبرز التطورات والتفاصيل لديك. نعم رائد، تقترب درجة الحرارة هنا في كهرمان مرعش من الصفر، وقد تنزل إلى ما دون الناقص 5 ناقص 6 ليلا، وما يزال عمال الإنقاذ من خلفي في هذا الموقع منذ أكثر من 91 ساعة يتحسسون حرارة تحت هذه الأنقاض، ويقولون إنهم يحفرون علهم يخرجون 3 أجساد حية، قالوا إنها قد تكون تحت هذه الأنقاض، تمكنوا من رصدها بكاميراتهم الحرارية، وسأدع كاميرا تي آر تي عربي أيضا ترصد هذا الموقع مرة أخرى. ندخل إلى هذا الموقع، وقد دخل عمال الإنقاذ أكثر من ربما 60 عامل لاحظتهم اليوم يعملون بلا كلل ولا ملل، ويعاونهم فريق إسباني أيضا، قالوا لنا إنهم يعملون منذ 91 ساعة في هذا الموقع، أحدثوا مجموعة من الثقوب، يئسوا أحيانا لكنهم تمكنوا من إحداث نفق سموه نفق الحياة. هذا النفق يمتد إلى المكان الذي يستشعرون منه حرارة، وقد انتشرت بعض المقاطع من بعض العمال الذين صوروا في الداخل حيث لا يسمح لكاميرات الإعلام بالدخول، انتشرت بعض المقاطع عن هذا النفق كيف حفروه وكيف قاموا بعملية التدعيم، وأنا رأيت هنا بعض العناصر في كل مرة يخرجون من الداخل ويحضرون بعض الأعمدة الخشبية يقصونها بطريقة معينة ثم يرتبونها بطريقتهم ثم يعيدون إدخالها إلى هذا المكان من أجل عملية تدعيم هذا النفق الذي أحدثوه وسموه نفق الحياة، وذلك من أجل يعني ربما آلات الحفر قد تحدث بعض الارتجاجات فقد ينهدم بعض أجزاء من الأنقاض مرة أخرى وتحدث مشكلة، لذلك أدخلوا بعض الحفارات الخفيفة والحفارات اليدوية ويعملون بسواعدهم وأناملهم، لا يوجد يعني آلات كهربائية في الداخل، إنما يعملون فقط بسواعدهم وعلى مدار الساعة. هذا في هذا الموقع يعني هم قالوا إن أجهزتهم تتحسس حرارة، يعني لا يوجد تأكيد أو نفي، وفي مثل هذه الظروف رائد يعني لا يوجد قطعيات، لا نستطيع أن نقطع بوجود حياة أو من عدمها. يعني مثلا بالأمس كان في أحد المواقع العمال يحفرون لمدة أكثر من 30 ساعة فاكتشفوا وجود عصفورين يرفرفان، يعني كيف تستطيع الكاميرات أن تعرف أن هنا يوجد جسد أو لحيوان أو إنسان، لكن هنا الكل يقول نحن لا نفرق بين الأرواح، كل الأرواح مهمة هنا في تركيا. أعمال الإنقاذ إذن ما تزال مستمرة، والآمال معقودة جدا على هذه السواعد التي تستمر بأعمالها، مع أننا نمر الآن نحن بظروف صعبة جدا ونتخطى أكثر من 180 ساعة حتى الآن، يعني تخطينا 8 أيام، بعد 8 أيام يعني ما يزال هناك أحياء يخرجون من تحت الأنقاض، ولو أنني أستطيع أن أقول آسفا أنه في بعض مناطق كهرمان مرعش أعمال الإنقاذ بدأت تأخذ منحى مختلف من الإنقاذ إلى الإجلاء وإزالة الأنقاض من هذه المواقع المدمرة، بعد أن تأكدت ربما الفرق أنه لا حياة تحت الصخور. أعمال الإجلاء أعمال إزالة الأنقاض مستمرة وعلى قدم وساق، الجرافات لا تهدأ أبدا، وذلك أيضا بالتزامن مع أعمال الإغاثة، إغاثة المحتاجين وإغاثة المنكوبين ومن تبقى من العائلات الذين بقوا هنا في كهرمان مرعش. يذكر أنه كثير من العائلات خرجت من كهرمان مرعش الناجية من تحت الأنقاض والناجية من بيوتها التي تكسرت ولم تقع، وحتى البيوت التي لم تتأثر بالزلزال تقريبا كثير من العائلات خرجت، رصدنا شوارع هي ليست سوى أماكن لسكن الأشباح، مع أنه في بعض شوارع أو في كثير من شوارع كهرمان مرعش الأمور ما تزال سليمة، لكن العائلات بشكل عام خرجت من بيوتها حذرا من حدوث إما هزات ارتدادية أو خوفا من هذه الأسقف التي بعضهم لم يعد يثق يعني بسقف منزله، فخرج هربا، والحكومة التركية تحاول مساعدة هؤلاء وإجلائهم. أفاد هيئة إدارة الكوارث التركية أنشأت كثيرا من مراكز الإيواء في ضواحي المدينة وحتى في وسطها، وتقوم
بتنظيم جهود المتطوعين بإخراج هؤلاء الأهالي بطريقة سالمة ومنظمة، إذ لا مجال للعشوائية في هذه المناطق. آفات تنظم جهود الفرق التطوعية التي تأتي تترى إلى هنا، وكل ذلك بالتزامن مع جهود الإغاثة التي تأتي من جميع الدول. يعني اليوم رصدنا مشفى ميدانيا في منطقة قريبة هنا في الملعب البلدي في مدينة كهرمان مرعش، مشفى ميدانيا مقدما من حكومة أذربيجان. أيضا طبعا اليوم هو يعمل، غدا وبعد غد أنشئ أيضا أو سينشأ مشفى ميداني مقدم من حكومة أذربيجان لمعالجة الحالات المستعصية أو العمليات الجراحية الكبيرة. ونحن خارجون من هذا الموقع، موقع المشفى الميداني، رصدنا بعض الجرافات تعمل على تمهيد الأرض في بعض المواقع، فسألناهم ما الذي يحدث هنا، فأجابوا هذه جرافات تابعة لشركة بايكار تقوم بشكل عاجل بإنشاء بنية تحتية للبدء ببناء مجموعة من الشقق لإيواء المتضررين بشكل عام. إذن جهود الإنقاذ مستمرة، الأمال ما تزال معقودة على إيجاد حياة، جهود الإغاثة ما تزال كبيرة، وكميات الإغاثة التي تأتي من المحافظات المجاورة تأتي عبر البر وعبر الجو أيضا. نحن رصدنا بالمطار كثيرا من الطائرات، طائرات أفاد وطائرات القوات المسلحة والحوامات التي تصنع جسرا جويا بين كهرمان مرعش وبين الضواحي المجاورة وأماكن الإيواء المؤقت. إذن جهود الإغاثة مستمرة، الآمال معقودة على هذه السواعد، في انتظار أي خبر مفرح من هذه المحافظة. إليك رائد.